سلام الله عليكم يا طلابي يا أحبابي، كيف أصبحتم؟ كيف شعوركم؟ ما هو شعوركم بهذه اللحظة؟ أطل عليكم مجددا ومن خلال لقاء اخترته لكم يحمل أهدافا ومعاني كثيرة، وحتى اسمه أو عنوانه يحمل نصاعا، يحمل جمالا، رأيي ورأيك. انظروا ما أي عنوان اخترته لكم. ولكن قبل أن نخوض غمار هذا اللقاء أريد أن أعرفكم بنفسي. فأنا علاء بكري، مرشدا للتربية القيمية مفتاح القلب لواء الشمال، كما وأعمل مركزا للتربية القيمية في مدرسة البيروني عرابة. ولذلك سأخصص هذا اللقاء كهدية مني لطلابي ولكل الطلاب في المدارس الابتدائية، لكل الطلاب التي تسعى لأن تطبق ماذا سأقول اليوم وماذا سأنقل لهم. كذلك سأخصصه لكم طاقم مركزي التربية للحياة في القيم لواء الشمال وفي كل الألوية. هذا اللقاء يختلف تماما عن باقي اللقاءات، فهو يحمل أهداف واضحة، أهداف تسعى إلى تقبل الآخر، ليس تقبل بمجرد تقبل، إنما تقبل رأي الآخر. هل أنتم جاهزون يا طلابي لننطلق برحلة جميلة نخوض غمار هذا العنوان وهذا المصطلح الجميل؟ إذن ما عليكم في بداية أريد أن أعرفكم بالمحطات التي سأجعل من هذا اللقاء تماما كرحلة إلى الكوكب، عبارة عن مركبة فضائية سأنطلق أنا وإياكم من خلالها للوصول إلى عالم جديد، عالم يحمل معه أفكارا وتفكيرا وآراء جديدا، عالم يسعى إلى تقبل الآخر، إلى احترام رأي الآخر. فهذه المركبة ستنطلق، ولكنها خلال رحلتها ستزور أكثر من كوكب. هذا الكوكب ليس مجرد كوكب، إنما هو تشبيه للمحطات التي سنصلها. فمحطاتنا متعددة وكواكبنا مختلفة، والمحطة الأولى ستكون في كوكب زحل، حيث سنتعرف على قصة جميلة تحمل عنوان قصة العميان الثلاثة. وبعدها ستستمر المركبة برحلتها لتصل إلى الكوكب المريخ، وهناك سنتعرف سوية على الركائز في تقبل الآخر. ففحوى هذا اللقاء يتركز في موضوع تقبل الآخر، تقبله وتقبل رأيه. وسنستمر لنصل إلى كوكب عطارد، وهناك سنتعرف على أبعاد أنواع الحوار. وبعدها سنعود مجددا إلى الأرض ونحط رحالنا إلى في كوكب الأرض، على كوكب الأرض، وننهي رحلتنا بمتعة من خلال فعالية شيقة تجسد كل ما أخذناه من هذا اللقاء. هل أنتم جاهزون يا طلابي لتشاركوني هذه الرحلة؟ فهذه الرحلة ليست مجرد رحلة، لذا اخترتكم لتكونوا شركاء معي في هذه الرحلة. بداية أريد أن تزودوا حقائبكم ببعض الأدوات التي ستساعدكم بمرور محطات هذه الرحلة، بالمشاركة في مجريات هذه الرحلة. فأطلب منكم وبدقيقة بسيطة قبل أن ننطلق تحضير هذين الغرضين، قلم رصاص ودفتر. خذوا دقيقة قبل أن تفوتكم الرحلة. هل أنتم جاهزون؟ تفضلوا.
جاء وقت الانطلاق يا طلابي، هل أنتم جاهزون؟ هيا لننطلق. هل جهزتم حقائبكم؟ لننطلق إلى محطتنا الأولى بسرعة كبيرة. فمحطتنا الأولى ستطلعنا على هذه القصة، العميان الثلاثة. أريد منكم أن تصغوا جيدا إلى هذه القصة وأحداثها، فمن خلال هذه القصة لنا هدف واضح نريد أن نصله من خلال كلمات وعبارات تطرقنا إليها في هذه القصة. فالقصة تقول: يحكى أن ثلاثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل، غرفة يوجد بها فيل، وطلب منهم أن يكتشفوا ما هو الفيل ليبدأوا في وصفه. بدأ العميان الثلاثة في تحسس الفيل، وخرج كل منهم ليبدأ في الوصف. قال الأول: الفيل هو أربعة أعمدة على الأرض. أما الثاني فقال: الفيل يشبه الثعبان تماما. وقال الثالث: الفيل يشبه المكنسة. بدأ العميان الثلاثة في الجدال، آسف نقص حرف الجيم، والحوار فيما بينهم، ووصل بهم الأمر إلى الشجار، وكل منهم متمسك برأيه حول ما هو الفيل. بالتأكيد لاحظتم أن الأول أمسك بماذا؟ بأرجل الفيل وشبهها بأربعة أعمدة، والثاني أمسك بالخرطوم وشبهه بالثعبان، والثالث أمسك بذيل الفيل وشبهه بالمكنسة. كل منهم مسك الفيل في نقطة مختلفة، تذكروا دائما، في نقطة مختلفة. والآن يا طلابي، وبعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة والتي تعبر عن عدة أمور، أريد منكم قبل أن نبدأ تماما أن تتطرقوا إلى هذه الأسئلة التي أعرضها أمامكم. فسؤال الأول: ما هو موضوع القصة؟ وسؤال الثاني: من منهم على خطأ؟ أي منهم كان على خطأ في وصف الفيل؟ والسؤال الثالث: كيف كان يمكن أن نحل المشكلة العميان في تعريف الفيل؟ والسؤال الرابع: ماذا تعلمنا من القصة؟ وهل لها علاقة في موضوع تقبل الآخر؟ أسئلة بسيطة لكنها بحاجة إلى تفكير عميق. اربطوا هذه الأسئلة بالقصة التي استمعنا إليها، وبعدها سنكمل رحلتنا سوية. هل أنتم جاهزون يا طلابي؟ تفضلوا.
طلابي الأعزاء، بعد أن قرأنا القصة عرضت عليكم هذه الأسئلة، فهذه الأسئلة لم تأتي من فراغ، هذه الأسئلة مربوطة بالقصة التي قرأناها. فالسؤال الأول يقول: ما هو موضوع القصة؟ ما هو موضوع القصة يا طلاب؟ ماذا تقول يا سامي؟ ما هو موضوع القصة؟ أحسنت يا سامي. سامي يقول: القصة تتحدث عن فيل وأربعة أشخاص تواجدوا في غرفة، كل واحد منهم أراد أن يفحص ما هو الفيل. أحسنت يا سامي. وماذا أيضا كان في القصة يا خالد؟ كل واحد من الأشخاص مسك بالفيل بالنقطة معينة. أحسنت. والسؤال الثاني كان: من منهم على خطأ؟ هل كان أحد على خطأ؟ ماذا تقول يا محمد؟ هل كان منهم أحد على خطأ؟ لماذا يا محمد؟ أنت تقول أنهم ليسوا مخطئين، لماذا يا محمد؟ فكل واحد منهم، لماذا وصلوا إلى الشجار يا محمد؟ أحسنت يا محمد. محمد يقول أن في هذه القصة لا يوجد خطأ، فكل واحد مسك بمكان معين أو بجزء معين من الفيل. أحسنت يا محمد. حتى الآن نحن مستمرون. كيف كان يمكن أن نحل المشكلة للعميان في تعريف الفيل؟ ماذا تقول يا رامز؟ ماذا تقول؟ أحسنت يا رامز. رامز يقول: إذا ما كانوا قد إذا تحدثوا بعد أن أمسكوا الفيل من كل نقطة، جلسوا وتحدثوا وكل واحد شرح لغيره عن النقطة التي أمسك بها، كيف رأى بها وماذا رأى بها وبماذا شبهها. أحسنت. والسؤال الرابع وهو الأهم من هذه الأسئلة لكم جميعا يا طلابي: ماذا تعلمنا من القصة؟ وهل لها علاقة بموضوع تقبل الآخر؟ أريد أن أسمع منك يا رماس، ماذا تقولين؟ أحسنت يا رماس، أحسنتم جميعا، أنتم رائعون. تعلمنا من القصة يا طلابي، وأنتم تقولون نفس الشيء، أن كل واحد ينظر إلى الشيء بمنظاره الخاص، بنظرته الخاصة، تماما كما حدث مع الفيل. فكل واحد من هؤلاء الأشخاص نظر للفيل نظرة تختلف عن الثاني، شعر بالفيل شعور يختلف عن الثاني، رأيه بالفيل رأي يختلف عن الثاني. ولكن لماذا تشاجروا؟ لماذا؟ أحسنتم. وصلوا لمرحلة الشجار لأن أحدا منهم لم يقبل رأي الثاني، وهذه هي المشكلة التي تواجدت في القصة، قبول الرأي. المشكلة ليست بالمكان أو بالجزء الذي مسكنا به أو بالشعور الذي شعرنا به أو بالرأي الذي اعطيناه، إنما بتقبل رأيي ورأي الآخر. هنا تواجدت المشكلة، هو تقبل الرأي. ومن هنا سأبدأ يا طلابي. تقبل الرأي هو ليس موضوعا عابرا، فتقبل الرأي هو أمر هام. وما أجمله حين نتبادل الحديث ونتبادل الأفكار ونتقبل رأي الآخر. ليس مشروط أن نعمل به، إنما أن نسمعه، نتقبله. كيف نتقبله؟ بأي طريقة نتقبله؟ سنتحدث خلال هذا اللقاء. لذا مفهوم لقائنا اليوم هو رأيي ورأيك، والأهم من ذلك رأيك ورأيي. فكم فما تريد أن يسمع رأيي، يجب أن يسمع رأي غيري. لذا هذا هو الموضوع المركزي اليوم، تقبل الرأي. والآن يا طلابي، وبعد أن تعرفنا على هذه القصة الجميلة التي جسدت الموضوع المركزي، وتوصلنا إلى حلول لهذه الأسئلة، ورأينا جميعا أن أحدا من هؤلاء الأشخاص لم يكن على خطأ أو لم يخطئ، إنما كل واحد منهم رأى الشيء أو رأى الفيل بمنظار خاص به، سنتقدم مرحلة لنكمل مسيرتنا ونكمل رحلتنا التي ابتدأناها بالرحلة إلى الكواكب. أما محطتنا الثالثة فستكون هنا، عندما نسمع كلمة ركائز تقبل الرأي أو
الأمور التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لتقبل رأي الآخر؟ على أي ركائز نحكي أو نتحدث؟ هيا، أنا كتبت بعض الركائز ولكن أريد أن أسمع منكم. فالاحترام هو جزء من تقبل الرأي، والإصغاء هو جزء من تقبل الآخر، والدعم هو جزء من تقبل الآخر، وأي أمور أخرى يمكن أن تؤكد على تقبل أو ترك هي ركيزة من ركائز تقبل الآخر. ذكرت الاحترام، الإصغاء، والدعم. وماذا أيضا؟ إبداء الرأي، التفكير الإيجابي. أحسنتم، أحسنتم يا طلابي. كل هذه تجتمع سوية لتشكل ركائزا لتقبل الرأي. أحسنتم يا طلابي. والآن تقبل الرأي أو الرأي، ما هو الرأي؟ أو الحديث، أنا أتحدث بيني وبينك، ما هذا؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه حوار. أحسنتم. الحوار هو لغة، الحوار هو عملية، الحديث بيني وبينك هو حوار، الحديث وسماعي لك هو حوار، وللحوار نسميه لغة، لغة الحوار. ولكن هذه اللغة تختلف من مكان لآخر، من شخص لآخر، من طريقة لأخرى. فهذا الحوار ممكن أن يكون حوارا سلبيا، ممكن أن يكون حوارا هداما، ممكن أن يكون حوارا قاسيا، ولما نريده نحن هنا هو لغة الحوار، ونسميه حوارا عندما يكون الحوار، أي هنالك تبادل أفكار، هنالك أسمعك وتسمعني، أتحدث إليك وتتحدث إلي. لكي يكون هذا الحوار أو تكون لغة الحوار، يجب أن تكون هنالك أمور ترافقه. فهذا الحوار يجب أن يتصف بالإيجابية، أن لا نستعمل به كلمات سلبية. مثال، أعطوني مثال. عندما يتحدث علي وخالد ونقول أنهم يتحاورون، أي الصفات يجب أن تكون مثل الإيجابية؟ أعطيني مثال يا خالد. أحسنت يا خالد. خالد يقول أنني يجب أن أصغي جيدا أثناء الحديث. رائع، هذه واحدة. ولكن ما هو مفهوم الإيجابية؟ أعطوني مثال. ماذا تقول يا سري؟ ماذا تقول؟ أحسنت. سري يقول إذا تحدثت إلى زميلي علي أولا أن أشكره، أن أعزز كلمات رائعة، أقول له أحسنت، أحسنت يا سري. وماذا نقصد بالإصغاء؟ ونحن نفتقد إليه كثيرا في هذه الأيام. إذا ما دار حوارا بين شخصين، ربما واحد من هؤلاء الأشخاص يدخل في الحديث في وسطي ولا يسمع غيره. فالإصغاء هو جزء من لغة الحوار. الإصغاء هو أن أسمعك وتسمعني، أن أجعلك تتكلم وبعد أن تنهي كلامك أتكلم، أن لا أبدي رأيي خلال الحديث، إنما أستمع لأسمع فكرتك. أحسنتم. الاحترام، الاحترام أيضا هو جزء، ولكن كيف؟ أعطوني مثال يا طلابي. كيف ممكن أن يكون الاحترام جزء من لغة الحوار؟ استعمال كلمات إيجابية. أحسنت يا ميس. ميس تقول إذا ما استعملت كلمات إيجابية في لغة الحوار، هذا يعطينا حوارا إيجابيا. أحسنت. مثل شكرا، رائع. مثل مفضل أن تفعل كذلك، ولا نقول كلمات سلبية. مثل أحسنت، بارك الله فيك، بوركت، أحسنت. هذه الكلمات تصفو على الحوار بصفات إيجابية. الدعم، كيف الدعم؟ كيف؟ أعطوني مثال. كيف ممكن أن ندعم لغة الحوار من خلال كلمة الدعم؟ ماذا تقول يا يوسف؟ رائع، رائع يا يوسف. يوسف يقول إذا أردنا أن ندعم شخصا خلال الحوار، أن نسنده بكلمات إيجابية،
بكلمات داعمة بتعزيز الثقة لديه. أحسنت يا يوسف، انظروا، فالحلقة مشتركة. لكي نصل إلى الإصغاء يجب أن نكون، أن نحترم اللغة، أن نحترم الكلام، أن نكون إيجابيين، أن نستعمل كلمات الدعم، أن نناقش، أن يدور نقاشا بيننا، أن لا يقتصر الحديث فقط على طرف واحد، إنما نتبادل الحديث، نتبادل الأفكار لنصل إلى الهدف المشترك، لنصل إلى النتيجة المشتركة. وهذه كلها تجتمع سوية لتسمى لغة الحوار. أحسنتم يا طلابي. والآن انظروا إلى هذه الجمل التي اخترتها لكم. الجملة الأولى وهي مهمة جدا وتتردد كثيرا: اختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. فأنا أختلف عنك بالرأي وأنت تختلف عني بالرأي، من قال أن هذا لا يصب في مصلحة الأمر الذي نتداوله؟ فالاختلاف بالرأي هو ليس الخلاف، لا يولد الخلاف، الاختلاف بالرأي يولد النقاش، نقاشا حضاري، احترام الغير، إصغاء للغير، تبادل الأفكار، هذا هو الاختلاف بالرأي. وانظر إلى الجملة الثانية التي تقول: رأيي ورأيك. ليس بالضرورة أن يكون صائبا، ربما أنا مخطئ وربما أنت مخطئ، الأهم أن نسمع آراء بعضنا، أن نتقبل الواحد الآخر. ربما رأيي مخطئ، ربما بعد أن أسمع رأيك يختلف الحديث، أقول إلى هنا أتوقف، فأنا رأيي أنا كنت مخطئا، فرأيك هو الأصح، رأيك هو الصواب. لذا رأيي ورأيك ليس بالضرورة أن يكون صائبا. من الاحترام الاستماع إلى الغير، من الاحترام الاستماع إلى الغير، هذا أبسط الأمور التي ممكن أن ترافق لغة الحوار. أن نحترم، أن نصغي، أن نسمع، أن نركز، أن لا نقاطع غيرنا، هذه هي لغة الحوار. أن ندعم آراء الآخرين بكلمات إيجابية. ما أجمله من حوار حين يشمل كلمات أحسنت، رائع، شكرا. هل تسمعون هذه الكلمات حين أسألكم أسئلة أو حين ندير نقاشا في غرفة الصف؟ كم كلمات تعزز أقدمها لكم وأقول لكم: أحسنتم، بوركتم، رائع، ممتاز. هذه كلها كلمات إيجابية هدفها دعم لغة الحوار. هذه هي الجمل وهذه هي العبارات التي تعزز في تقبلي للآخر. والآن يا طلابي، قبل أن أنهي أريد منكم أن تتيقنوا جميعا أمورا هامة، أمورا تجعلكم تتحدثون بطلاقة، تتحدثون بثقة حين تبدون رأيكم وتريدون من الآخرين أن يسمعوكم. عليكم أن تقبلوا رأي الآخرين، أن تسمعوهم، أن تصغي إليهم. وكثيرا من المواقف تحدث لنا في حياتنا اليومية بحاجة إلى إصغاء، بحاجة إلى أن يسمعني غيري، بحاجة إن أن أسمع غيري. هذه الحوار وهذه النقاشات بحاجة إلى كل ما ذكرته سابقا من خلال هذا اللقاء: الكلمات الإيجابية، الإصغاء، الاحترام، كل هذا يصب بهذا الحوار. والآن وقبل أن أنهي، حدث معكم في حياتكم اليومية كثيرا من الحوارات بينكم وبين طلاب، بين أصدقائكم، بينكم وبين أهاليكم. أريدكم أن تشركوني بموقف معين حدث به اختلاف بالرأي بينك وبين زميلك، بينك وبين أحد أفراد أسرتك. ماذا فعلتم وكيف سويتم الأمر؟ هل استخدمتم العبارات التي ذكرتها في هذا اللقاء؟ هل استخدمتم الآليات التي ذكرتها، كالإصغاء، كتقبل الآخر، كالاحترام، كالصداقة؟ كل هذه الأمور حتما ستدعم أفكاركم. لذا أريد منكم الآن أن تكتبوا لي عن موقف حدث لكم، حدث به اختلاف بالرأي بينكم وبين آخرين، وكيف سويتم وكيف تغلبتم على هذا الإشكال. هل أنتم جاهزون يا طلابي؟
خذوا وقتكم، ركزوا جيدا، فلكم بعض الوقت أو سأمنحكم الوقت الكافي لكي تشركوني بهذا الحدث الذي حدث معكم.
طلاب الأعزاء، طلبت منكم أن تتذكروا موقفا حدث لكم، وكل ثقة أنكم استرجعتم الذاكرة وتوصلتم إلى عدة مواقف حصلت معكم. فهذه المواقف والاختلاف بالرأي يحدث لنا دائما، ولكن الأهم هو كيف نتصرف في هذه المواقف. لن أطلب منكم أن تشركوني أيضا الآن بهذه المواقف، ولكن هذه فرصتكم الآن أن تتواصلوا مع أهليكم، مع معلميكم، مع أصدقائكم، وأن تشركوهم بهذه المواقف، والأهم من ذلك أن تشركوهم كيف سويتم الأمر في هذا الموقف. هذه فرصتكم. والآن وصلنا إلى محطة النهاية، وصلنا إلى نقطة البداية التي انطلقنا منها، وما أريدها أن يصل إليكم هو الموضوع الذي تحدثنا عنه اليوم. فالموضوع ليس بمجرد موضوع، إنما موضوع يحدث معنا دائما، فهو رأيي ورأيك، رأيي ورأيك، كيف أتقبل رأيك وتتقبل رأيي. طلاب الأعزاء، كثيرا ما يدور نقاش بيننا وبينكم وبين الطلاب، والأهم من ذلك هو أن نتعلم أو نتقن دائما أن هذا النقاش يجب أن يكون حوارا، حوارا بناء، حوارا إيجابيا، يعتمد على الإصغاء والاحترام وتقبل الآخر. فهذه فرصتكم، هذه فرصتكم أن تتقربوا للغير، تتقربوا باللغة الإيجابية، بالاحترام المتبادل. طلاب الأعزاء، أتمنى أني قد أوصلت لكم رسالتي هذه في هذا اللقاء وفي هذه الرحلة الشيقة التي شاركتموني إياها، وكل ثقة أن ما حدثتكم به وما قدمته لكم حتما سيدخل إلى هنا ويبقى هنا ويطبق وينفذ. ليس ينفذ بالأمر، إنما ينفذ لأن من منطلق التقبل، ليس التقبل بالكلمات، إنما التقبل بالتصرفات. لكم مني جزيل الشكر، كنت معكم اليوم من خلال هذا اللقاء لأصل لكم هدفا واضحا، هدفا بات يقتصر، بات يبتعد، بات يغيب في أيامنا هذا. لغة الحوار، لغة الحوار، فهي اللغة بين الشعوب الراقية، بين الأشخاص الراقيون. وأتمنى أن تصلكم كل كلمة من هذا اللقاء لتكون لكم شعارا ورمزا تتسلحون به بالمستقبل. إلى اللقاء ودمتم بخير.